وزير الطاقة جبران باسيل يعلن عن وصل الباخرة التركية فاتماجول بمعمل الزوق. طيب نحن اخترنا هالنهار هيدا بأول أسبوع الإعلام تنمرق على الباخرة ونشهد الأعمال التحضيرية اللي عم بتصير فيها تطلع على الشبكة الكهربائية. اخترنا هالنهار لأنه هالباخرة مرقت بآلام حقيقية من سنة 2010 لليوم تقدري صارت شغالة. وان شاء الله باخر اسبوع الالام مع نهار القيامه بتكون صارت كل تقطع على الكهرباء، وبعتقد اللبنانيه حسوا انه الكهرباء بلشت تتحسن، ومع الطاقه الكامله للباخره على الكهرباء رح يكون التحسن احسن واحسن. نرجع بنكون قبل 12/6 بانتظار الباخره الثانيه، وبنكون هيك بلشنا مسيره تحسين التغذيه الكهربائيه لكل لبنان. ونحن في عنا التزام اللي انه بسنة 2015 المشروع خطة الكهرباء اذا طبقت كلها بيكون سنة 2015 رجعنا على 24 ساعة على 24 كهرباء. هيدي خطوة اولى واساسية، ورح يتبقى خطوات تانية. بدنا يضل عنا الامل والتصميم انه ايه الكهرباء راجعة على لبنان. تعرفوا شككوا كتير بهي الباخرة وقالوا رح يعلق بباكستان وباخرة قديمة وخربانة، والصحفي اليوم بيكون عندهم فرصة يقدروا يشوفوا ويطلعوا الرأي العام انها باخرة جديدة ووضعها كتير منيح، وان شاء الله الباخرة التانية كمان بتلتزم بالعقد المعمول تيكون في عنا كل هالتغذية الكهربائية. هلا بدنا نشغل المجموعة رقم 5 بخص، ومنقول مبروك للبنانية وإن شاء الله أيامهم من هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة ويطلعوا على الضوء. شكرا. أهلا بكم من جديد في محطة الزوق الكهربائية. يتم في هذه الأثناء وصل باخرة إنتاج الكهرباء التركية فاتماجول بالشبكة الكهربائية بإشراف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ما سيزيد ساعات التغذية بقوة 150 ميجاوات. للمزيد ننتقل مباشرة إلى مرفأ محطة الزوق. طيب نحن اخترنا هالنهار هيدا بأول أسبوع الإعلام تنمرق على الباخرة ونشهد الأعمال التحضيرية اللي عم بتصير فيها تطلع على الشبكة الكهربائية. اخترنا هالنهار لأنه هالباخرة مرقت بآلام حقيقية من سنة 2010 لليوم تقدري صارت شغالة. وان شاء الله باخر اسبوع الالام مع انهار القيامه بتكون صارت كل تقطع على الكهرباء، وبعتقد اللبنانيه حسوا انه الكهرباء بلشت تتحسن، ومع الطاقه الكامله للباخره على الكهرباء رح يكون التحسن احسن واحسن. نرجع بنكون قبل 12/6 بانتظار الباخره الثانيه، وبنكون هيك بلشنا مسيره تحسين التغذيه الكهربائيه لكل لبنان. ونحن في عنا التزام اللي انه بسنة 2015 المشروع خطة الكهرباء اذا طبقت كلها بيكون سنة 2015 رجعنا على 24 ساعة على 24 كهرباء. هيدي خطوة اولى واساسية، ورح يتبقى خطوات تانية. بدنا يضل عنا الامل والتصميم انه ايه الكهرباء راجعة على لبنان. تعرفوا شككوا كتير بهي الباخرة وقالوا رح يعلق بباكستان وباخره قديمه وخربانه، والصحفي اليوم بيكون عندهم فرصه يقدروا يشوفوا ويطلعوا الراي العام انها باخره جديده ووضعها كثير منيح، وان شاء الله الباخره الثانيه كمان بتلتزم بالعقد المعمول تيكون في عنا كل هالتغذيه الكهربائيه. هلا بدنا نشغل المجموعه رقم 5 بخص، ومنقول مبروك للبنانية وإن شاء الله أيامهم من هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة ويطلعوا على الضوء. شكرا. فرجينا على مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن مباشرة إلى الباخرة فاطمة سلطان جول في مقابل بلدة ذوق مصبح قبالة شركة الكهرباء، حيث يقوم الوزير جبران باسيل في هذه الأثناء
بافتتاح هذه الباخرة، بافتتاح خط النقل من هذه الباخرة إلى معمل الذوق الحراري. سنة 2015 المشروع خطة الكهرباء إذا طبقت كلها بيكون سنة 2015 رجعنا على 24 ساعة على 24 كهرباء. هيدي خطوة أولى وأساسية ورح يتبقى خطوات تانية. بدنا يضل عنا الأمل والتصميم إنه إيه الكهرباء راجعة على لبنان. تعرفوا شككوا كتير بهالباخرة وقالوا رح يعلق بباكستان وباخرة قديمة وخربانة، والصحفي اليوم بيكون عندهم فرصة يقدروا يشوفوا ويطلعوا الرأي العام إنه باخرة جديدة ووضعها كتير منيح، وإن شاء الله الباخرة التانية كمان بتلتزم بالعقد المعمول تيكون في عنا كل هالتغذية الكهربائية. هلأ بدنا نشغل المجموعة رقم 5 بكوش، ومنقول مبروك لللبنانية وإن شاء الله أيامهم، ومن هلأ ورايح بيطلعوا من العتمة وبيطلعوا على الضوء. شكراً.